مشاهدينا اهلا بيكم معانا في حلقه جديده من مصر قريبه. احنا ملتزمين بالحظر جدا وبنحاول ان احنا نقلل خروجاتنا بقدر الامكان، عشان كده قلنا ان احنا نعمل حلقاتنا من البيت زي ما انتم شايفين. فهنعمل حلقات يمكن مختلفه شويه في مصر قريبه. وقبل اي حاجه طبعا لازم اقول لكم كل سنه وانتم بصحه وسلامه، مش انا بس، انا ونور وكل فريق العمل، فريق عمل مصر قريبه، بيقول لكم كل سنه وانتم طيبين. فكرنا، قعدنا نفكر كتير هنعمل ايه، الحلقات هتبقى عامله شكلها ازاي، لان طبعا اكيد احنا وحشنا جدا السفر، عايزين نروح نشوف محافظات مصر المختلفه والسياحه، لكن طبعا زي ما حضراتكم عارفين السياحه متوقفه. فكرنا ان احنا نعمل شكل مختلف وفي نفس الوقت نطمن على المحافظات واهالينا اللي موجودين في المحافظات بشكل يمكن غير اللي احنا متعودين عليه. فقررنا ان احنا هنروح المحافظات بس مش بنفسنا، من خلال اصدقائنا اللي موجودين في المحافظات دي، هيكونوا بينقلوا لنا نبض الشارع زي ما بيقولوا، ايه اللي بيحصل، ازاي ملتزمين بالحظر. واول حاجه هنتكلم فيها طبعا يعني الالتزام، التعقيم، الظروف المحيطه، الاماكن السياحيه دلوقتي عامله ازاي، بتتعقم ازاي. زي ما انتم عارفين ان وزاره السياحه مهتمه بشكل خاص انها تعقم الاماكن السياحيه والمتاحف وغيره. فتعالوا نبتدي مع بعض حلقه مختلفه. هنتكلم عليها النهارده في حلقتنا محافظه الوادي الجديد. هي اكبر محافظه في مصر، وهي على فكره ثالث محافظه في قاره افريقيا من حيث الحجم او المساحه. اللي انا عايزه اقوله ان الوادي الجديد رائعه الجمال. يمكن احنا من القاهره بناخد وقت طويل شويه عشان نوصل محافظه الوادي الجديد، لكن هناك اكيد في طيران. اللي انا عايزه اقوله انه المكان هناك لسه محافظ على نفسه، محافظ على يعني بكرته زي ما بيقولوا، اماكن جميله جدا جدا. الجو هناك يمكن حر شويه لكن مميز ان الشمس طالعه صيف وشتاء. في معبد مشهور قوي اسمه هيبس، يمكن دي من اماكن من اجمل المعابد على مستوى مصر كلها، لانه دي قصص كتير، وكمان دي اكتر من حضاره، بنتكلم على الرومان، بنتكلم على المصري القديم. والحقيقه انه لسه الالوان محافظه على نفسها في معبد هيبس. في اماكن كتير جدا في المحافظه، المحافظه اصلا لو تحبوا تعرفوا المحافظه دي كانت هي زي ما بيقولوا سله غلال مصر وسله غلال كمان العالم في الوقت ده من مصر، لانها كانت كلها مساحه زراعيه الوادي الجديد. والاهم بقى ان ليه اتسمت الوادي الجديد؟ اتسمت الوادي الجديد لان الرئيس جمال عبد الناصر سنه 1958 كان عايز يعمل وادي موازي لوادي النيل، وقرر ان هو هيرجع تاني زي ايام مصر القديم الارض دي كلها تبقى زراعيه من خلال الابار والعيون المايه اللي موجوده هناك. وطبعا المشاريع يعني حصل فيها تغييرات كتير، لكن دلوقتي احنا بنحاول نرجعها تاني نفس الفكره انها تبقى كمان فيها زراعه بشكل كبير. تعالوا نشوف بقى صديقنا الاستاذ محسن عبد النبي وهو بيتكلم عن الوادي الجديد، من الوادي الجديد وبيحكي لنا ايه اللي بيحصل بالظبط، المحافظه بقى شكلها عامل ازاي، الالتزام بالحظر والالتزام كمان بكل التعليمات اللي بتوجهها الحكومه او الدوله هناك، الاماكن السياحيه دلوقتي عامله ازاي، ازاي الناس ملتزمه في الشوارع وغيره. تعالوا نشوف استاذ محسن ونرجع تاني. بسم الله الرحمن الرحيم. محسن عبد المنعم، مدير عام مكاتب الهيئه المصريه العامه للترشيد السياحي. اولا بقول اهلا وسهلا بكم في الوادي الجديد، وانا دايما بقول واحات الوادي الجديد، لان واحات الوادي الجديد متميزه عن باقي الواحات. فطبعا اهلا وسهلا بالزميله واحه سيوه وواحه البحريه.
فطبعا بس احنا هنا في واحات الوادي الجديد الحمد لله رب العالمين، يمكن بنقول في ظل الظروف اللي احنا فيها دلوقتي وربنا كده يفك عننا الغمه اللي احنا فيها بخصوص فيروس كورونا، الحمد لله رب العالمين يمكن واحات الوادي الجديد زيرو كورونا زي ما تشايفين كده، الجو النقي والمسافات المتباعده في الواحات زي ما تشايفين، طبعا يمكن انا واقف فوق ربو عاليه شويه ظاهره شويه كده يمكن واحات الخارجه. هنا طبعا واحات الوادي الجديد بين كل واحه واحه حوالي يعني لو قلنا مثال الواحات الداخله 180 كيلو، واحه باريس 90 كيلو، واحه الفرافره حوالي 500 كيلو من العاصمه، فبعد المسافات ده فعلا جعل ان الجو عندنا دايما نقي بامان 24 ساعه فعلا فعلا، يعني جو جميل جدا. لما اكلمكم كنت دلوقتي درجه الحراره حوالي 32. طبعا مع بدايه الازمه اللي احنا كنا فيها كانت تعليمات السيد اللواء المحافظ بتعقيم جميع الجهات الحكوميه والمصالح الحكوميه، والحمد لله رب العالمين يمكن التزمنا بالتعليمات، مداخل واحات الوادي الجديد كلها عليها كنترول، يمكن تواجد السيد اللواء محمد الزمان محافظ الوادي الجديد في الاماكن دي بنفسه متواجد في شمال المدينه. بالنسبه لل في كمان يعني بعض الناس الاجانب موجودين هنا، تقريبا عندنا 5 أو 6 عائلات موجودين هنا في واحات الوادي الجديد. حضراتكم عارفين انه طبعا وقت ما حصل الحظر انه السياحة توقفت تماما، الطيران توقف تماما، فكمان الاجانب اللي كانوا موجودين في مصر طبعا مصر منورة بيهم اكيد، وفضلوا موجودين طبعا في مصر لان الطيران خلاص توقف تماما. يمكن احنا كمصريين ويمكن الحكومة اي مجهودات كبيرة جدا ان احنا نرجع اولادنا اللي عايشين برا او مش اللي عايشين برا اللي هو اقامة مؤقتة او كانوا مسافرين اللي هم العالقين برا، رجعنا عدد كبير منهم ولسه الطيران شغال بيرجع اعداد اكبر كمان، لكن الاجانب اللي كانوا هنا فضلوا متواجدين. تعالوا نشوف فيديو ليهم وهم بيتكلموا عن المكان وبيتكلموا عن الظروف اللي احنا فيها وبيحكوا لنا شويه حاجات ظريفه. يلا. Good afternoon. My name is Ursula Pareigat. I am German but I live for more than 40 years in Chile. And now I am the second time here in this lovely oasis. New Valley. I know it's good, yeah, good, yes, I know many lovely places, yes, historic places, the nature, the places like this lake behind me, and I really feel very, very good here, and I feel safe and sane here in this oasis. Corona has no place, really not, yes. And people are very careful and they ask all the time, yes, and so safe here, yeah, really. And I am here for just time since the 21st of February and shall go out, if all is right, the 1st of May. But I know now and it is not the last time that I come to this valley.
حاجة في الوادي الجديد انه عدد كبير من رجال الاعمال اللي كانوا عايشين اصلا في القاهرة او عايشين في اي محافظة تانية، لما راحوا الوادي الجديد قرروا ان هم هيعملوا مشاريعهم وهيستثمروا فلوسهم هناك. والظريف ان احنا لما شفنا عدد من رجال الاعمال هناك لقيناهم ان هم بيحبوا الوادي الجديد جدا، لدرجة ان في واحد من رجال الاعمال عامل كتب عن الوادي الجديد، عامل تصوير مصور اماكن كتير جدا بالوادي الجديد، مصور اهلها مصور ناسها، وبيتكلم عن ان في هناك كذا لكنة او كذا لغة، مش بس بيتكلموا لغة عربية او اللغة العامية بتاعتنا العادية، هم ليهم لغات مختلفة كتير لان هم متقسمين انواع كتير وفصائل كتير وقبائل طبعا كتير. الظريف لما جم يعملوا الاوتيلات بتاعتهم هناك قرروا ان هم يعملوها من الطبيعه اللي هي بنسميها الجرين اوتيلز او الاوتيلات الخضراء اللي هي صديقه البيئه، بحيث انه يبقى كله معمول من البيئه، المبنى نفسه الاوض نفسها السراير مصنوعه من البيئه من الحاجات اللي موجوده في البيئه، زي الطوب اللبن هناك الوادي الجديد مشهور جدا جدا بالطين بتاعه اللي بيبنوا بيه، وطبعا مع ادوات تانية كتير مشهوره هناك كمان بالنخل، حتى العلامه من علامات العلم او العلامات المميزه في الوادي الجديد انه العلم بتاعها عليها نخله، فدي من ضمن الحاجات عليها ساقيه لانه طبعا الزراعه زي ما انتم عارفين كانت الحاجه المميزه في الوادي الجديد. فالاوتيلات اللي موجوده هناك كانت اوتيلات كلها صديقه للبيئه او اغلبها يعني صديق للبيئه، وبتلتزم مجرد ما بتروح هناك انك انت بقدر الامكان ما بتستعملش بقى الاجهزه الكهربائيه كتير، تبعد عن الدوشه تبعد عن الزحمه وكل حاجه وتستمتع بوقتك في المكان ده. في منهم اوتيلات اللي هي بوتيك اوتيل اللي هي بتبقى عدد اوض صغيره مش كتير، وبتبقى بتحجز قبلها بفتره، بينزلوا لك اكل مخصوص اكل صحي اكل برضو من البيئه اكلنا المصري الحلو، وهناك رجال الاعمال بتحاول تلتزم حتى بانها تقدم الشكل المصري بكامل رونقه زي ما بيقولوا، انه يقدموا اكلات الناس اللي بتشتغل هناك تبقى لابسه الزي الرسمي بتاعهم او الزي بتاع البلد والتراث، الحاجات المقدمه من حتى الطباق والفخار واللي بياكلوا فيها يبقى كله منظومه واحده يعني للسياحه بتعبر عن مصر وتحديدا بقى الوادي الجديد. احنا انا ونور نزلنا عملنا حلقات في الوادي الجديد، ومن اجمل الحلقات اللي عملناها الحقيقه لانه الوادي الجديد عامره بالحضاره بالحاجات الطبيعيه، الستات اللي هناك اللي بتشتغل المشغولات اليدويه، اماكن كتير جدا، المعابد اللي موجوده في الاماكن هناك في المناطق هناك، لانها زي ما قلنا بنتكلم على اسلامي بنتكلم على قبطي بنتكلم على روماني بنتكلم على المصري القديم، فالحقيقه تنوع الحضارات في المكان ده بيدل على انه الوادي الجديد كانت من اهم الاماكن لكل حد يتولى حكم مصر. تعالوا نشوف جزء من الحلقات دي ونسترجع الذكريات الحلوه ليه؟ عشان ان شاء الله لما يخلص فترات الحظر ونرجع السياحه تاني تبقوا حاطينها كده في جدولكم انه لازم نروح نشوف الوادي الجديد وجمال الوادي الجديد. يلا نشوفهم مع بعض. حكايته ايه بالظبط؟ القصر تقريبا ليه ما تسميهوش مثلا قصر كذا، قصر الدخله، قصر يعني ليه متسميه القصر؟ ليه اتسمى القصر؟ والله هتلاقي في كل واحه مكان اسمه القصر، وبيكون غالبا المكان ده هو اقدم مكان سكني موجود في المنطقه، فهتلاقي على سبيل المثال في الفيوم قصر الساغه، وهتلاقي في البحرية قصر البويتي، وهتلاقي في الفرافرة قصر الفرافرة، وهتلاقي في الخارجة عدد من الأصول زي قصر الزيان قصر الغويتة وهكذا. إنما في الدخلة في القصر ملوش أي اسم تاني، هو القصر لتميزه غني عن التعريف لأن هو أعظمهم واللي لسه بحالته،
ويعني ما فيش اي حد من الناس اللي بيجوا هنا سياحه الا ويحرص على زياره القصر، ونزل طبعا في كل البروشورات وكل النشرات ودرس كتير وتعمل عليه كتب، لانه الحقيقه بديع التكوين والطراز المعماري بتاعه طراز فريد، لانه بيمثل الثقافه المعماريه لثلاث عصور اسلاميه من وقت الايوبي مرورا بالمملوكي حتى العثماني ولغايه الوقت الحالي. فانت بتشوفي البيوت كما بنيت من 800 سنه الى الان زي ما هي. وزي ما هي. طب بمناسبه يعني علشان ده برضو فكرنا بحكايه تغير المناخ، انه قد ايه فعلا احنا كبني ادمين بنسيء للطبيعه بحيث انه يحصل الاحتباس الحراري والتغيرات دي تحصل، بحيث مكان زي ده طول السنه جاف يبتدي يظهر فيه الامطار، وده مؤشر ان السنين الجايه هيحصل. اذا كان دي بلد او مدينه مبنيه بالطوب وبالحاجات الطبيعيه والسقف كلها بتاعها بالجريد، فحكايه التغير المناخ ده يعني قد ايه ممكن يكون يعني مؤذي جدا لمنطقه زي دي، وفي نفس الوقت انتوا بتتصرفوا ازاي، او المفروض الدوله بقى في موقف زي ده تتصرف ازاي؟ والله هو عموما التغيرات المناخيه هي ظاهره تحدث بالفعل، لكن الناس في مشاغل الحياه وفي المدن وفي الحياه اليوميه بتاعتهم عندهم ما يلهيهم عن متابعه الموضوع ده. لكن لما بتعيشي في منطقه زي الواحات او تكوني في مكان صحراوي، الدنيا والطبيعه واضحه لك جدا، فبتشوفي انه لا فعلا في تغيرات مناخيه، واحنا الحقيقه انا رصدتها هنا بشكل مبسط في شكل انه ايه اللي خلى مكان زي القصر ده يفضل لغايه دلوقتي بحالته. انه ما فيش مطر، لان هو مبني كله بالطين، لو نزل المطر الطين ده هيدوب وكل المباني دي هتخلص. يعني الحقيقه مؤخرا احنا بقى لنا هنا حوالي 12 سنه شفت مطر مرتين، ما كانش فيه المطر هنا بينزل خالص الا كل 40 سنه يمكن مره، فده مظهر من مظاهر مؤشر ان في تغير. ولذلك احنا حرصنا على ان احنا خوفا من انه تحصل اي تغيرات وتنزل امطار والتراث المعماري ده ينقرض، فجبنا مجموعه من الفنانين المصريين واستضفناهم هنا وطلبنا منهم ان هم يرسموا كل المعمار مدينة القصر بالتفصيل، وبقى عندنا 28 لوحة زيتية بتسجل التراث المعماري للواحات، وده كان مشروع سميناه تسجيل التراث المعماري للواحات البحرية للواحات الداخلة، لربما لو حصل أمطار أو حصل تغير غير بقى الشكل 20 30 سنة القصر ده يتهدم، يعني زي سيوة، ما سيوة تهدمت ليه؟ لأنها قريبة من البحر، فبالتالي الجو عندهم بيشوفوا مطر اكتر من اللي هنا. احنا هنا نبعد عن البحر بحوالي 650 كيلو، ودي تاخدنا الحاجة تانية انه موقع الواحات الداخلة انا اعتبره في وسط مصر، فاحنا 400 كيلو من الحدود الليبية غار في الغرب، و400 كيلو من الحدود الجنوبية في السودان، و400 كيلو من النيل، و600 كيلو باتجاه البحر. ولو طلعنا على البحر بخط عدل على الخريطة من نقطة الدخلة وطلعنا 600 كيلو نطلع عند العالمين، ما احناش متطرفين قوي زي ما الناس فاكرة ان الدخلة والخارجة دول في جنوب غرب ناحية ليبيا والسودان وتشاد، لا احنا تقريبا في وسط مصر. ولذلك كانت معمورة الواحات الداخلة دي زمان في العصر الروماني، وسابوا لنا الآثار الكتيرة، وحتى مدينة القصر مبنية على أنقاض مدينة رومانية قديمة. مظبوط يا فندم. لكن مش عارفين احنا، طبعا هيبقى خسارة جدا لو احنا يعني هدينا القصر بحيث ان احنا نطلع الآثار الرومانية من تحت، يعني على ما اعتقد هيبقى تعدي بقى. لا هو الحقيقه هو حصل انه من فتره الناس كانت عايشه في المنطقه دي في البيوت القديمه لحد يمكن من 20 سنه، لكن هم حبوا ان هم يطوروا من نفسهم، ان هم يدخلوا بقى كهرباء ويدخلوا صرف صحي ويدخلوا ميه، فلو دخلنا ميه والصرف الدنيا ممكن هتبوظ، فالمجلس الاعلى للاثار الحقيقه اخلى بقى المكان، اخلى المكان وادى للناس حقهم ان هم يستفيدوا من البيوت، ولا زول في منهم بعض الناس بيسكنوا فيها، لكن هم دلوقتي بيخزنوا فيها حاجات لان هم عايزين يعيشوا في كهرباء وعايزين مدنيه طبعا. ففضل القصر مزار سياحي محافظ عليه وبيتعمل فيه برامج ترميم من وقت للتاني، فالى حد ما يعتبر من الاثار الاسلاميه الفريده واللي متحافظ عليها كويس في مصر.
كتير مننا سمعت عن واحد سيوة. واحد سيوة من أشهر واحات المصرية لأنها قريبة جدا جدا للطبيعة، مكانها أنها في الصحراء الغربية طبعا، وبتبعد عن البحر المتوسط تقريبا 300 كيلو متر. واحد سيوة صنفت أنها من أكثر 9 أماكن على مستوى العالم أكنها في كوكب آخر بعيد عن الكون تماما، وده لأنها محافظة على طبيعتها جدا، وتعتبر على فكرة واحدة من المحميات اللي أقرتها طبعا اليو أن، وخاصة أنها لسه محافظة على الأبار بتاعتها والعيون بتاعتها. فيها عيون مياه حلوة، وفيها كمان بحيرات مالحة بتفيد جدا جدا الناس اللي عندها مشاكل سواء في الجلدية أو روماتويد وماتيزم وغيره من الأمراض الجلدية وغيره. انا عايز اقول ان واحد سيوة فيها برضو عدد من المعابد الكتير زي معبد سيامون، معبد كمان التمساح، وعدد كبير قوي من المعابد الشهيرة هناك للغاوي كمان ان يتفرج على الاثار. اما طريقة البناء فهناك ملتزمين جدا ان هم يبقى كل حاجة صديقة للبيئة، الاوتيلات وغيره وغيره. ويمكن في هناك اوتيل مشهور قوي قوي، مشاهير العالم كلهم بيروحوا هناك، وهو حاجة عاملة زي بوتيك اوتيل اللي هي الاوتيلات الغرف القليلة جدا برضو، وزي ما قلنا صديق للبيئة. بس هناك بقى مش مسموح خالص لا تاخد معاك موبايل ولا تاخد معاك اجهزة كهربائية ولا تاخد معاك اي حاجة خالص. فترة كده تبعد عن العالم وتبقى لوحدك، عايز تروح تشوف اماكن اثرية ممكن، عايز تروح تنزل في عين من العيون اللي فيها نوع من العلاجات ممكن، الاكلات اللي بتاعت اهل سيوة الحلوة. طرق البناء هناك مختلفة شوية، وزي ما قلنا من البيئة، يعني بيصنعوا او بيبنوا من الحجر، والحجر ده معمول من ملح ورملة ناعمة مع طبعا مخلوط بالطين وبادوات تانية، بس كلها برضو زي ما قلنا من البيئة. اللي عايز اقوله انه الناس او المشاهير اللي راحوا هناك ورجعوا حالتهم النفسية تحسنت جدا، والناس اللي كانت مضغوطة من الدوشة والزحمة بقوا نفسيا احسن كتير قوي. ده نتيجة ان هم راحوا مكان جميل ومنعزل زي ما قلنا على العالم بعيد عن الدوشة. احنا دلوقتي هنشوف برضو فيديو معمول هناك عشان يقول لنا ويطمننا على اهالينا في سيوة، ونشوف الناس هناك ازاي ملتزمة بالحظر واخبار الدنيا عندهم ايه. تعالوا نشوفه مع بعض.